السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث عن تطورات ما بعد ما يسمى بالانتخابات في العراق، وأيضا كيف تهدد اليوم الميليشيات باقتحام المنطقة الخضراء، تحديدا ميليشيا العصائب، ونتحدث عن رضوخ مفوضية الانتخابات لبعض هذه التهديدات وبعض هذه الضغوط، ونتحدث عن جملة من الأمور من ضمنها تبعية هذه الميليشيات القانونية وكيف أنها تتجاوز حتى على الدولة أو على الحكومة التي هي من المفترض أن تقود هذه الميليشيات وفق القانون الذي يقولون أنه مشرع ويعود به أو يجعل ميليشيا الحشد تعود إلى القائد العام للقوات المسلحة بالتبعية. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. السلاح كل السلاح، الثقيل المتوسط الخفيف، هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط، هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط. نحذر وبشدة الكاظمين وشرادمة بدك شوف لكم يا ناس كارثة حصلت معي. الكارثة التالية 2019، أحد الأشخاص هددني بالقتل والتصفية، أقمت عليه دعوة قضائية بمديرية الاستخبارات من 2019، حاليا 2021 والدعوة نايمة بمديرية استخبارات السماوة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في التطورات التي يشهدها العراق اليوم ما بعد انتخابات الحكومة التي أجرتها، هو تهديد ميليشيا العصائب اليوم باقتحام المنطقة الخضراء في حال لم تقم مفوضية الانتخابات بالتعديلات التي ترضي هذه الميليشيات، وهي إعادة العدوى الفرز اليدوي لكل الانتخابات، لكل المحطات الانتخابية، أو إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى. وهناك أيضا تحت الضغط، أكيد ربما يكون هذا الموضوع، مفوضية الانتخابات وافقت على إعادة العدوى الفرز اليدوي لأكثر من 230 محطة انتخابية في عموم العراق. هذا أيضا يطرح سؤال عن مدى تأثر مفوضية الانتخابات بهذه الضغوط والتهديدات التي تطلقها هذه الميليشيات. ونتساءل أيضا، الميليشيات اليوم التي تهدد باقتحام المنطقة الخضراء هي بالمسمى تنضوي تحت ما يسمى بالحشد الشعبي، وبالتالي هي تعود وفق القانون الذي أقره البرلمان إلى القائد العام للقوات المسلحة، ألا وهو الكاظمي، قائد المرحلة الانتقالية الحالية أو رئيس الوزراء للمرحلة الحالية الانتقالية. هي تعود وفق القانون إليه، وبالتالي عندما تقوم بهذه التهديدات وتقوم بالتصعيد وتهدد باقتحام المنطقة الخضراء وتتجاوز طبعا بالألفاظ وبالتهديدات وبالاتهامات ضد الحكومة، ما هو وضعها الآن في العراق؟ من المفترض أن عندما تكون هناك قوات تابعة للقائد العام للقوات المسلحة أنها تأتمر بأوامره وبأوامر الدولة بشكل عام. عندما نرى هذه الحالات اليوم من هذه الميليشيات، ونحن لا نتحدث فقط عن العصائب، نحن نتحدث عن كل الميليشيات التي هددت بقطع يد من يحاول سحب السلاح منها، بأنه هذا جئنا بالسلاح كما قال أبو تراب التميمي أحد قيادات الميليشيات، جئنا بالسلاح ولن نخرج أو لن نترك الموضوع إلا بالسلاح. وبالتالي هنا نسأل، ما هو دور الحكومة في التعامل مع هذه الميليشيات؟ المفترض أنها تسيطر عليهم والمفترض أنها تابعة للحكومة، لماذا لا نرى تحركا جادا من هذه الحكومات؟
هناك أيضا نقطة وهي التهديدات المستمرة. هل تعتقدون مشاهدين الكرام أن هذه التهديدات ستأتي بنتيجة للميليشيات، لصالح الميليشيات، خاصة في ظل محاولة المفوضية إرضاء هذه الميليشيات بعملية إعادة العدوى الفرز اليدوي لأكثر من 230 محطة انتخابية، قبول بعض الطعون ورد طعون أخرى، يعني وكأن الموضوع تحاول أن ترضي هذه الأحزاب الخاسرة في انتخابات مزورة أصلا، ترضيها بمحاولة إسكاتها، بمحاولة استمالتها، أو محاولة الرضوخ لهذه التهديدات. طبعا موقع أوراسيا ريفيو قال إن الانتخابات التي جرت في العراق في 10 من تشرين الأول الحالي سجلت أدنى نسبة مشاركة في أي من الانتخابات التي أجريت منذ العام 2003. أضاف التقرير لموقع أوراسيا ريفيو أن الشباب العراقي نظم حملات مناهضة ضد القبضة الإيرانية الخانقة على مجلس النواب، وأشارت أيضا إلى أن الهيمنة، هيمنة الأحزاب المدعومة من إيران على البلاد، أثارت مشاعر الاستياء العام بين أوساط المجتمع لإحساسهم أن بلادهم تحولت إلى دولة تابعة لإيران. مفوضية الانتخابات مشاهدينا الكرام قالت إنها ردت 294 طعنا بنتائج الانتخابات من أصل 295 عرضت على مجلس المفوضين. طبعا يقولون في المفوضية تحديدا عن طريق عماد جميل وهو عضو في المفوضية إن الطعون التي تم ردها خلت من الدليل أو بسبب عدم قانونيتها من حيث تحديد المحطة أو المركز الذي طعن بنتيجته، أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة من قبل المفوضية، مؤكدا أن اللجان المختصة ستنتهي في الأسبوع المقبل من إعلان نتائج جميع الطعون الانتخابية المقدمة إليها. طبعا هناك أيضا مشكلة بين المحكمة، بين المفوضية والهيئة القضائية، مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية، حول الجهة المخولة بالنظر في الطعون المقدمة. هناك جدل حاصل اليوم. طبعا سنشاهد أيضا بعد قليل مع حضراتكم بعض المقاطع لآراء العراقيين، لكن الآن يعني نتساءل مشاهدينا كيف تعلقون على أو بماذا تعلقون على هذه التهديدات المستمرة من الميليشيات؟ إلى أين تريد تصل هذه الميليشيات الآن في العراق؟ وما هو دور الحكومة في التعامل مع هذه العناصر المسلحة التي تهدد الدولة، تهدد الحكومة، تهدد باقتحام المنطقة الخضراء، تهدد بإشعال العراق في حال لم تحصل على ما تريد؟ لماذا لم نرى موقفا حاسما من الحكومة تجاه هذه الميليشيات التي تجر العراق اليوم إلى الهاوية، تجره إلى نفق مظلم، التي تحاول إشعال العراق؟ ألا يعتبر هذا بحد ذاته إرهابا ويجب أن تحاسب هذه الميليشيات عليه وفق المادة 4 إرهاب؟ هذه المادة التي استخدمت ضد كثير من الأبرياء، لماذا لا نراها تستخدم ضد هذه الميليشيات، ضد من يحمل السلاح اليوم، من يهدد حياة الناس الآمنين، من يحاول أن يشعل هذا البلد ويثير الاقتتال والفتن الداخلية داخل العراق؟ لماذا نرى هذه الحكومات ساكتة صامتة ربما خائفة أيضا من هذه الميليشيات، وبالتالي لا تبدي أي رد فعل تجاه هذه الخطوات التصعيدية؟ معنا اتصال. السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل حياك الله. السلام عليكم شو السيد محمد. أهلا وسهلا عبد الرزاق، حياك. السيد محمد، بالنسبة للتناقض الميليشيات والحكومة بالنسبة للانتخابات، يعني اقول شنو اللي بدا مما عدا؟ نعم. يعني بالانتخابات السابقه نعم، بالانتخابات السابقه الميليشيات نعم. الو السيد عبد الرزاق من باب الموجود، وياك سمعك السيد عبد الرزاق اذا موجود. سمعك تسمعني سيد عبد الرزاق من بابل. ما عندي صوت بالاستوديو يا شباب. طيب أرجو من السيد عبد الرزاق من بابل يعاود الاتصال مرة أخرى، لأنه ما الصوت قطع ومدى أفهم حقيقة أنه وين المشكلة. طبعا هناك دعوة من مقتدى الصدر، دعا شركائه في العملية السياسية اللي رافضين لنتائج الانتخابات، ونركز هنا على كلمة شركائه،
دعاهم إلى الإذعان لعملية الاقتراع، يعني يوافقون على اللي صار ويرضخون للأمر الواقع وخلاص تقبلوا هذا التزوير اللي ما إجا من صالحكم. يقول مقتدى الصدر أن تصعيد الجهات غير المقتنعة بنتائج الانتخابات سيجر البلد إلى ما سماه بالفوضى وزعزعة السلم، محذرا من تداعيات تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني. أيضا هناك طبعا يعني مصادر مقربة من التيار الصدري نفت حدوث أي تفاهم أو تواصل بينهم وبين الجهات التي خسرت في الانتخابات، تحديدا دولة القانون وتحالف الفتح، بخصوص ترتيب الوضع لتشكيل الحكومة. يعني لحد الآن تنفي المصادر المقربة من التيار الصدري، لكن اليوم نتساءل عندما يتحدث شخص مثل مقتدى الصدر مؤسس ميليشيات وزعيم أحزاب سياسية أو حزب سياسي، فيه الكثير من النواب على مدى الحكومات المتعاقبة، كان فيه الكثير من الوزراء التابعين له، كثير منهم متهم بالفساد، هو بحد ذاته يعتبر زعيم ميليشيا خارج عن القانون، ميليشياته ساهمت بسفك دماء العراقيين والكثير من الأمور وأثارت وهددت السلم الأهلي في العراق، لماذا اليوم يتحدث بهذه الطريقة ويتحدث عن السلم الأهلي وكأنه هو ليس جزءا من الخراب الذي يحصل في العراق؟ هذه أسئلة تطرح على من يعتقد أن هذه كانت انتخابات نزيهة وجيء بشخص أو فاز شخص يستحق الفوز. من أتوا اليوم هل يختلفون بشيء عن من خسروا في هذه الانتخابات؟ هل اختلف الوضع في العراق اليوم بفوز الصدر وخسارة الفتح أو دولة القانون وسيتغير بالتالي المشهد السياسي العراقي؟ يعني هذا الكلام حقيقة غير منطقي وغير مفهوم عندما تتحدث الميليشيات بهذه الطريقة وكأنها هي الطرف الأفضل أو هي طرف الخير، يعني مجازا نتحدث. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام حديث وآراء المواطن العراقي، بعض من المواطنين العراقيين، عن الثقة التي فقدت بينهم وبين الأحزاب التي استلمت حكم العراق منذ العام 2003 ولغاية اليوم، ونستمع إلى آرائهم ثم نعود. موضوع المقاطعة مو موضوع يعني جديد، يعني هذا الموضوع من تأسيس الدولة يعني بعد 2003 إلى اليوم هو موضوع المقاطعة. ثقة ماكو، حكومة متزعزعة، حكومة ضعيفة مو قوية حتى ممكن المواطن العراقي يؤمن بها وتكون بديلة للنظام المقبور. اليوم عندنا سياسيين هم غير صادقين مع نفسهم، لذلك الشعب ممكن أنا أقول لك أكو نسبة من الشعب واعي، لذلك ما راح انتخب وقاطع. الخيار البديل هو قاعد بالبيت، ما راح ينتخب، لأن اليوم إذا أكو واحد يوفر لك سكن، يوفر لك كرامة، يوفر لك سيادة البلد، يدافع عنك، يدافع عن حرمة العراق، أكيد ماكو مواطن ما راح ينتخبه، لأن راح يبني دولة قوية. بس اليوم إذا سياسي الصدفة هم ضعيفين وغير صادقين مع نفسهم، بيناتهم صراعات سياسية ووصلت مراحل إلى تفجيرات حصلت في محافظات كانوا هم المسؤولين عنها. شارع العراقي خاصة كشباب بعد ما تؤمن بهاي العملية السياسية على الإطلاق، يعني صار من 2003 لليوم نفس الوعود تقريبا، المرشحين نفس الشيء، شي يريد يسوي لي تبليط على ينصب لي محاولة، ما عندهم مشروع سياسي حقيقي. هاي شغلة. الشغلة الثانية، مشروع البرلمان النيابي ما يخدم كشعب عراقي، الأفضل هو الحكم الرئاسي، يعني أنا أنتخب كرئيس وأنتخب كابينته، مو أنتخب لشخص وهذا الشخص يصعد لواحد على مصلحته. أو الشغلة الثالثة، نفس الوجوه ونفس الأحزاب، يعني مثلا إيش قدمت لي من 2003 لليوم حتى هسه تقدم لي أو حتى تسوي لي؟ الكتل السياسية التي تتحكم بالمشهد السياسي من 2003 لحد الآن لم تقدم مشروع جديد، لم تقدم شخصيات جديدة، لم يكن لديها فكر سياسي جديد، لم تكن لديها قدرات أخرى تقدمها للناس، نفس الوجوه، نفس البرامج، نفس الأحداث، نفس الإشكال. لذلك الشارع العراقي سائم وناقم من العملية السياسية برمتها، لم يحضر إلى الانتخابات لأنه يدرك نفس الوجوه ستكون هي على رأس السلطة، لم تقدم شيء، سيبقى الفساد عنوان كبير لكل الـ 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 يعني لكل المؤسسات. الآن مشاهدينا الكرام معنا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
استاذ محمد بالنسبه للميليشيات اللي تهدد الحكومه أي. هاي لو الحكومه عندها سياده اي عندها شخصيه ما تقف بعين هاي الميليشيات ما خليهم لان نفس ذول الميليشيات زائدا الحكومه اللي قتلت المتظاهرين نعم. اللي بالناصريه اخواننا واللي قتلت بالبصره نعم. ما هم نفسهم انت الحكومه اذا عند السياده وقولي لنا هويه ما تطلعون عليهم يلا تطلعون تحشون وياهم ما تقولون انت ايش عندكم الظاهرين هنا شوف سيد ابو عراق خلينا نحكي نقطه الميليشيات اليوم تظاهرات الميليشيات او اعتصام الميليشيات الموضوع ما يعني مو بطريقه سلميه حضاريه نقول حتى مثلا واحد يخاطبهم بلغه الحوار اليوم يهددون باستخدام السلاح يهددون باحراق الدوله اذا لم تعاد الانتخابات مره ثانيه او يعيدون العدوى الفرز اليدوي يعني احنا نسال هذا الانفاق على التحضير للانتخابات والدعايات والبطاقات البيومتريه والاجهزه وغيرها وبالنهاية يريدون إعادة العدوى الفرز اليدوي اللي هو كان لي تجارب سابقة بالانتخابات السابقة اللي كان عبارة عن فساد وتزوير في تزوير اليوم يقولون إذا ما راح تسوي مفوضية الانتخابات هذه الشروط تحقق لنا هاي الشروط حنلجأ إلى حرق العراق يعني الموضوع بتهديد وبإرهاب الحكومة وينها عن هؤلاء ليش ساكتة على من يريدون إشعال الصراع داخل العراق ما العراق مشتعل من 2003 وجاي هو يا يوم سكت العراق هو مشتعل وكل شعل العراق شعل فيها الحكومات المتعاقبة يا عدم دول الميليشيات العصابات عمو دول عصابات أستاذ محمد دول ميليشيات عصابات تابعين الدولة خاصة ويثبت لك الأيام نعم. راح بالتليفون يساوون بيناتهم هم على الجينس نعم. جايين على مود حصتهم يدور حصتهم ومو جايين على البلد نعم. دولة أستاذ محمد إذا سمحت ولا واطين عليك تفضل سيد ابو عراق اعتذر منك الصوت به مشكله ارجو منك تعاود الاتصال اذا تقدر شكرا جزيلا لك علي من النجف تفضل يا علي فقدنا الاتصال ويا سيد علي من النجف طبعا يتحدث السيد ابو عراق ويقول بان العراق مشتعل وهؤلاء الذين يهددون اليوم هم يطالبون بامتيازاتهم بالمناصب ايضا نتحدث ونسال من يسمى فائز في هذه الانتخابات المزورة أصلا والمقاطعة من الشعب العراقي هو ماذا يختلف عن باقي الميليشيات أيضا كان يهدد عندما كان يفقد امتيازات وعندما كانت تتعرض مصالحه للخطر كان يهدد بإشعال العراق اقتحم المنطقة الخضراء في السابق حشد جيش اعتدى على السلميين المتظاهرين في ثورة تشرين قام بكثير من الأمور والانتهاكات في المحافظات المنكوبة وغيرها وبالتالي هؤلاء بهذا الفكر الميليشياوي بفكر العصابات والمافيات ما الذي يمكن أن يقدمونه للمجتمع العراقي اليوم إذا رضخت مفوضية الانتخابات وحصلت توافقات ضمن هذه الأحزاب وأعطيت مناصب إلى هذه الميليشيات ما الذي ستحققه للمواطن العراقي ماذا اختلف الوضع أو ما الذي قدمته أصلا منذ عام 2018 ولغاية اليوم هذه الميليشيات التي تواجدت في البرلمان الفتح والعصائب وغيرها ماذا قدمت لجماهيرها ماذا قدمت للمحافظات الوسطى والجنوبية من إعمار من خدمات من بنى تحتية من أمان من استقرار هذه الميليشيات اليوم التي جاءت لتحكم العراق هل حققت شيء للمواطن العراقي تستحق بناء عليه أن تبقى مستمرة وبالتالي تدعم فيما تفعل وهنا أيضا نتساءل عن التهديد بالسلاح الذي يستخدم اليوم والذي تشير طبعا هذه الميليشيات أنها ممكن أن تشعل العراق في حال لم تحصل على ما تريد فعلا كما يقول السيد أبو عراق والعراق أصلا مشتعل منذ عام 2003 إلى اليوم ما الذي سيتغير في المشهد بشكل عام
إذا هذه الميليشيات حققت أو نفذت تهديداتها وفعلا أشعلت العراق؟ يعني ما أوجه هذا الإشعال الذي سيحصل؟ هل هو صراع ميليشياوي؟ هل هو صراع مع السلطة؟ يعني مع القوات الرسمية؟ كيف سيكون شكل هذا الصراع؟ أم أنها مجرد شعارات فارغة كما هو شعار سنحرر الأقصى وغيرها من هذه الشعارات الفارغة التي لم تنفذ من هذه الميليشيات أي شيء؟ فهنا أيضا مشاهدينا نطرح هذه التساؤلات التي ننتظركم للمشاركة للإجابة عليها حقيقة، وإبداء رأيكم بطبيعة الأحداث التي يشهدها العراق اليوم وهذه التهديدات المستمرة. وأيضا نطرح سؤال: لو كان هناك مواطن عراقي بسيط من المتظاهرين من المحافظات المنكوبة من أي مكان في العراق ليس لديه ظهر أو سند من هذه الأحزاب وهذه الميليشيات، وخرج بشكل علني في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي يهدد بحرق العراق، بارتكاب جريمة، بفعل انتهاك معين، هل كانت الحكومة ستسكت عنه وتغض النظر كما تفعل اليوم مع الميليشيات؟ هذه الميليشيات اليوم الذي ما تفعله يعتبر إرهاب، إرهاب بحد ذاته، يعني كل مفاهيم الإرهاب تكمن في هذه التصرفات التي تفعلها الميليشيات اليوم في العراق. هل يمكن السكوت عن هذا الذي يحصل؟ هل هذه الخطوات التي تفعلها الميليشيات أو تقوم بها هي خطوات طبيعية وبالتالي تغض النظر الحكومة؟ هناك طبعا بعض الأخبار أيضا مشاهدينا الكرام التي نتحدث عنها. طبعا هناك حديث اليوم ضمن العملية السياسية بأنه تبادل الاتهامات طبعا بالتزوير، ويقول النائب السابق عباس عويد أن انتخابات عام 2021 شابه تزوير لا مثيل له. يقول أضاف أيضا أن الانتخابات تعرضت لخروقات كثيرة أسفرت عن سرقة آلاف من الأصوات، مبينا أن بعض الأطراف السياسية أقدموا على تزوير الانتخابات ولم يرغبوا في عملية العد والفرز اليدوي. اتهامات متبادلة فيما بينهم، لكن الإجماع يقول أن هناك مقاطعة عراقية كانت وصلت إلى أكثر من 88% بحسب على الأقل تصريح عياد علاوي الذي قال أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 12%، وبالتالي هذا أكبر دليل أنه بالفعل هناك تزوير، لكن كما قلنا سابقا التزوير جاء لمصلحة جهة على حساب جهة أخرى. السيد أبو شيماء من البصرة تفضل. ألو رسالتك سيد محمد من بغداد أبو شيماء. الله يسلمك، حياك الله أبو شيماء تفضل. شكرك حبيبي، شكرك سيد محمد. الله يبارك بيك، حياك الله. والله سيد محمد انا ترى انا مرات اختلف وياك بالراي، بس يعني هي الحاله هيك، يعني لا تزعل. ابو شيماء حضرتك من البصره لو من بغداد؟ لا من بغداد. من بغداد ابو شيماء، من بغداد. اي مو الشباب بلغوني من البصره، تفضل يا ابو شيماء. اي مو هو قال صوت بيصدق قالوا هاي. اتفضل حياك الله. الو استاذ محمد، هي الوضعيه يعني شو تسوي؟ احنا لا حول ولا قوه، يعني وضعيه العراق هيك يعني، وجماعه يقولون هذا ابو شيماء من يطلع يحكي ايد الايابه هاي حقائق واحنا نعيش واقع حال يعني، بس شو تسوي يعني؟ طيب انا اريد اسالك يعني اريد اسالك، طبعا حضرتك معروف عنك المشارك المعارض ربما للافكار التي تطرح. اي هو انا احترمك استاذ محمد واريد خاطرك والله. الله يبارك بيك، وطبعا احنا نحترم حضرتك ونحترم رايك الذي يطرح طالما هو بعيد عن التجاوزات. اريد اسالك يا ابو شيماء، اليوم العصائب تهدد باقتحام المنطقة الخضراء. أنا سألت سؤال في بداية الحلقة، العصائب هي جزء من الحشد الشعبي تمام، وهي بالتالي تتبع القائد العام للقوات المسلحة وفق القانون اللي أقر البرلمان. الحركة اللي تسويها هو انقلاب على السلطة، هو تجاوز على القانون. ألا من المفترض وليس من المفترض على الحكومة أن تطبق القانون على هذه المجاميع التي تهدد بحرق العراق؟ استاذ محمد هم شنو؟ اولا هذا إعلام، هذا مثل ما تقول هذا دعايه اعلاميه. اولا هم شنو الفصائل والحس؟ هم هي هم تحت امره القائد العام للقوات المسلحه. طيب فذولا يعبر عن رايه يعني، ما يضر على الدوله. هو شنو؟ هي هم حمايه الدوله، يعني هم حامين الدوله. ما يعني اكو واحد يحمي الدوله يقول حق تحمي المنطقه الخضراء يا ابو شيماء؟ ما يحترق المنطقه الخضراء مو كيف استاذ محمد؟ يعني اللي صار اللي صار اللي صار بي شوف أبو شيماء، الخطوة اللي صارت لما تم اعتقال قيادي ميليشياوي بالأنبار، قامت الميليشيات فعلا الحشد باقتحام المنطقة الخضراء ووقفوا وتصوروا أمام مبنى مجلس الوزراء. يعني هاي الموضوع مو جديد، مو جديد. هي هاي الشغلة صار فيها
اشكالات هي بوقتها، فاحنا ما نريد يعني نريد اولا نجمع العراق. طيب انا عندي سؤال، عندي سؤال يتعلق بك انت المواطن، بعيد عن هذه الامور انت تبررها من وجهه نظرك، لكن عندي سؤال لك. من الناحيه الخدميه، من ناحيه الواقع الاقتصادي، من ناحيه الامان، المواطن العراقي اليوم، المواطن العراقي اليوم شلون عايش في ظل غلاء الاسعار وارتفاع قيمه الدينار العراقي وغياب الخدمات، وغياب الخدمات في زمن حكم هذه الاحزاب؟ والله انا يعني وياك استاذ بالخدمات، خدمات طبعا هي خدمات يعني هاي اي انسان يعرف الخدمات، لا شارع بخير. طيب. لا يعني تريد تروح مكان الكهرباء هاكي منتين من عند استاذ محمد. نعم. يقول الشغله اللي يجي افضل يعني، بس شفته والله مليان استاذ، والله احنا مناطقنا تعبان، لا يجيك ولا شارع صار له سنين. نعم. يطبون نفس الحفره من هاي ما في. طيب. خدمات ما في. هذا الكلام في زمن يعني. في زمن حكم هاي الاحزاب اللي شاركت في الانتخابات، تمام؟ اي صح. وياك انا استاذ محمد. طيب يعني وجودهم في الانتخابات الحاليه ومشاركتهم وفوزهم او خسارتهم، ايش راح يقدم للعراقيين وهم صار لهم 18 سنه فقدنا الاتصال، هم صار لهم 18 سنه ما حققوا شيء للمواطن العراقي؟ انا اسال للاخوه اللي لديهم وجهه نظر معارضه لما نطرحه او لاراء المتصلين او لاراء العراقيين بشكل عام. قد يكون البعض لديه وجهة نظر من الدفاع بالدفاع عن هؤلاء بانتماع عقائدي فكري ارتباطات أخرى، لكن من ناحية الخدمات ومن ناحية الحكم، ما الذي حققته هذه الأحزاب التي لديها أذرع مسلحة في العراق؟ ما الذي قدمته للمواطن العراقي من ناحية الخدمات، من ناحية البنى التحتية، من ناحية الواقع الاقتصادي، الأمن وهو أهم عنصر ضمن هذه العناصر، وغيرها من أمور أخرى كثيرة متعلقة بحياة المواطن اليومية؟ هل هذه الميليشيات حققت شيء يشفع لها ويدفع الناس للدفاع عنها؟ أبو عراق من الفلوجة يعاود الاتصال مرة ثانية، تفضل يا أبو عراق. محمد وصحبك العزيز، تفضل حياك الله. تسمعني استاذ؟ أسمعك أسمعك. بالنسبة للأخ أبو شيماء المتصل، يمكن تقديم حوالي يعبر عن رأيه ويقول لك أنا شو شغلة بالعراق، عراق ما لي دخل بي. هو أسأله بس يطلع كلمة واحدة اللي يقولها أمام الشعب، يقول أريد قتلة المتظاهرين. إذا يطلع حسه يقول أريد قتلة المتظاهرين، يطلع الشمل هو. يا أخي ماش قدمت أستاذ محمد؟ بس قل اللي قدمت شو. قدمت القتل، الحرسة، إهانة الشعب العراقي. يا أخي أنا هسه من هالمكان عطاء مارد عمك الخدمات خلي لي على صفحة. طيب. طلعوني قتلة المتظاهرين. نعم. من اللي قتل؟ نعم. نعم يا أبو عراق. من الميليشيات واقفة أمام الخضراء. زين ليش اللي كان شايل العلم العراقي وواقف من المتظاهرين قتلتوه بالقصاص وقتلتوه بالسكاكين؟ ليش هسه حاملين السلاح ما تقدر فيها؟ اذا صح محمد. نعم. النتيجه هاي الحكومه. نعم. ابو عراق، سيد ابو عراق يبدو هناك مشكله بالاتصال. انا اشكرك للمشاركه ويانا السيد ابو سيف من بغداد، تفضل يا ابو سيف حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو سيف. نعم. سيد أبو سيف عندنا مشكلة يبدو بالاتصالات حقيقة، من أسمع حضرتك. وخلونا نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ونعود بعد ذلك لإكمال حديثنا.
مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث بموضوعنا لهذا اليوم هو موضوع تهديد الميليشيات باقتحام المنطقة الخضراء في حال لم ترضخ مفوضية الانتخابات لطلباتهم، أما بإعادة العدوى الفرز اليدوي لكل المحطات الانتخابية ولكل الأصوات أو بإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى. أبو مازن من بغداد، تفضل يا أبو مازن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، مرات يعني نقول نفس، لكن والله من تشوف بلد يتفرهد قدامك، نعم، يعني تدفعك حتى تتكلم. نعم. الشيء اللي حصل اصلا من انتخابات مال السنه اي اللي صارت هسه، نعم، اكو شغلات يعني خليك يقول على فلتور عندنا بعض الامور يعني او تنضح اللي دول اكو ناس مغمض عيونهم ليه السياسيه. نعم. يقولون الكتلة الأكبر هي اللي تشكل الحكومة. المفروض تغير هذا القانون، المفروض تغير حسب ما يقولون. نعم، بس خليني أوضح بالصورة. تفضل. الانتخاب، وهذا الكلام مو كلام، الانتخابات صار الشعب العراقي 85% ما انتخبوا. نعم. طيب الشعب العراقي اساسا رافضهم، يعني اساسا جمله وتفصيلا هو الكتله الاكبر. يا اخي اتركوا هذا الشيء وعجلكم، يعني على الاقل استغلوها كفرصه اللي اخذتوه. انت ما نقول بالعراقي فوق الكل، هذا الجانب الاول. نعم. الجانب الثاني مساله هاي الميليشيات اللي عندها اجنحه عسكريه سيد أبو مازن، أعتذر من حضرتك، ما أفهم شيء، يعني أرجو منك تعاود الاتصال مرة ثانية، تغير مكانك أو ما أعرف حقيقة شنو المشكلة بالاتصالات اليوم. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول: أخي محمد، أنا أطلب تعريف الإرهاب. أنا أشو اللي قاعد ببيته وبأمان الله يجون يأخذوه ويطلعوه إرهابي. أنا أطلب منكم، يقول ما فهمت شنو موجود بالأمم المتحدة يعني. طيب، وين الرسالة؟ يقول اللي كتلة الناس موجودة عندهم تعريف للإرهاب، لأن بعد ما نعرف شو نسوي الواحد حتى ما يقولون عليه إرهابي. في العراق التعريف هذا تعريف مطاطي، يأتي وفق توجهات الأحزاب وأهوائهم وسياساتهم، ويخدم هذه الميليشيات وحتى الفاسدين ضمن الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة بشكل عام. يطلق على الأبرياء، يطلق على المدنيين الآمنين، يطلق على المتظاهرين، في حين لم يطلق هذا التعريف على من قاموا باقتحام المنطقة الخضراء بالسلاح، لم يطلق على من قاموا بالاستعراض في شوارع العاصمة بغداد وغيرها من المحافظات الأخرى بشكل غير قانوني وغير رسمي، وكان استعراض للسلاح، لم يطلق على من هدد الدولة والسلم الأهلي وهدد بإشعال الحرب الطائفية وإشعال الفتن وإشعال العراق بشكل عام. اليوم التي التصريحات والتهديدات التي نراها من قادة أحزاب وزعماء ميليشيات، لم نرى أحدا من هذه الحكومات المتعاقبة أطلق على هؤلاء صفة الإرهاب، لم نرى هذه الصفة تطلق على هؤلاء الذين يحملون السلاح خارج إطار القانون والدولة، الذين قاموا بارتكاب انتهاكات في المحافظات المنكوبة، تهجير وعدامات ميدانية واغتصابات وغيرها من هذه الانتهاكات، كثير طبعا من هذه الانتهاكات، وتغييب قسري وغيرها، طبعا انتهاكات كبيرة جدا. يعني الإرهاب في العراق غير مفهوم ويستخدم فقط لما يخدم الأحزاب ولما يخدم الميليشيات، لأنه في النهاية ما تفعله هذه الأحزاب هي قمة في الإرهاب،
وهذا الحديث ليس حديثي، هذا حديث كل العراقيين اليوم عندما ينظرون إلى من يهدد حياتهم، إذن هو إرهاب، يرهبهم، يرهبهم في حياتهم، يرهبهم في معيشتهم، يرهب أطفالهم، يرهب العراق بشكل عام بإثارة الفوضى ومحاولة إشعاله وتدميره وغيرها. نأخذ سيد صباح من بغداد، تفضل. سيد محمد حياك الله. طبعا مو جديدة على الميليشيات اللي موجودة حاليا، وهي طبعا خلوها تحمل صفة حكومية والقانون حاميها، هم نفسهم اللي صوتهم على مثل مصطفى الكاظمي وقبله حيدر العبادي. نعم. وعادل عبد المهدي، هم نفسهم جابهم هاي الميليشيات الولائية إلى إيران. نعم. جابوها وجهزوها بالأسلحة والباجات وأصبحوا ناس فوق القانون، هم الآن يحاصرون الحكومة. نعم. يعني هذا انقلاب يسموه انقلاب على الحكومة وعدم انصياع للحكومة. إذا هم مثل ما يقولون منطوين تحت راية رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وهم جزء مثل من الداخلية أو الدفاع أو الأجهزة الأمنية، شلون يسوون يحاصرون المنطقة الخضراء؟ إذن ذولي ميليشيات خارج نطاق الدولة، وهم ذولي السلاح المنفلت، وهم ذولي القبعات الزرق، وهم ذولي اللي يقتلون بالعالم، وهم القناصين. فإلى متى السكوت؟ يعني حكومة بلا سيادة بلا قانون، حكومة غابة صرنا، غابة اللي تحكمنا الأحزاب الإسلامية. شكل الحكومة اللي حتجي شلون حيكون إذا اللي فاز في انتخابات هاي اللي يسموها انتخابات، اللي فاز زعيم ميليشيا اللي هو مقتدى الصدر، واللي موجودين ضمن الأحزاب الموجودة ويا دولة القانون الحلبوسي والفتح وباقي الميليشيات؟ يعني طبعا احنا ما مقتنعين كشارع العراقي، ما مقتنعين بنزاهة الانتخابات كلها بصورة عامة. يعني فاللي فاز يعني ما راح يقدرون يشكلون حكومة. صعوبة التشكيل الحكومة أصعب من الانتخابات اللي صارت اللي غير نزيهة. ليش؟ فالصراع الموجود هو بين دولة القانون ويا الميليشيات مثل الفتح وبدر والنجباء. ليش صعب عليهم يشكلون حكومة يا سيد صباح؟ صعب لأن ما راح يتفقون على منو يصير رئيس وزراء، والكراسي الحكم الوزارات المحاصصة المقيتة اللي هم جابوها ما راح يتفقون عليها، من يأخذ الوزارات الفلانية، من يرضي الأكراد، منو اللي يأخذ وزارة الدفاع، منو الرئاسات الثلاثة. فهذا الاتفاق صعب يتفقون عليه، الكتلة الأكبر صعب راح تنجمع، وحتى رئيس الوزراء إذا صار صدري احنا نعرف الفتحاويين والميليشيات والولايين ايش راح يسوون، إذا صار من دولة القانون احنا نعرف الصدريين ايش راح يسوون. إذن هم جاي يصارعون، ما تهمهم مصالح البلد ولا تهمهم الأمن البلد ولا الملف الأمني، اللي هم الكراسي والمال. طيب المال يعني التيار الصدري اليوم بحسب القانون الجديد، طبعا قانون الانتخابات اللي على أساس قرر البرلمان المعدل وغيره، أنه اللي يفوز هو اللي يشكل الحكومة، وتحالف الكتلة الأكبر يكون داخل البرلمان فيما بعد. الموضوع انه التيار الصدري ومقتدى الصدري يقول احنا اللي حنختار واحنا حنشكل الحكومه، لكن هل تتوقع بانه هذه الاحزاب اذا مفوضيه الانتخابات منطتهم اللي يريدوه وما ارضتهم اليوم، مع انه هي اكو ضغوط وتهديدات مستمره، تتوقع انه التيار الصدري وكالعاده يندمج مع هذه الميليشيات ويشكلون تحالف وينطيهم مقاعد لارضائهم، وبالتالي تمشي العمليه ويبقون نفسهم اللي يحكمون العراق؟ طبعا مقتدى الصدر من عول عليه خير، لان مقتدى الصدر جزء من سرب، وهذا السرب ما يقدر يغرد خارج عليه اذا امرتهم ايران، لكن الاطماع الموجوده في داخلهم اكبر من حتى ايران، اطماع موجوده داخل المالكي وداخل مقتدى الصدر الكتله. نعم. الاكبر وهدد مقتدى الصدر، هدد قال انا مو اياد علاوي، يعني قصده معنى كلامه ان اياد علاوي عافى سابقا الى المالكي ودوله القانون. هو مو مثل اياد العلاوي، هو مستعد ان يشكل الحكومه، لكن من يشكلها؟ الاطراف كلها متنازعه يعني بيناتهم، كل الكتل وكل الاحزاب والفائزين وحتى المستقلين وحتى التشرينيين. نعم. مخترقين من قبل علاء الركابي وربعه، فشو راح يتفقون؟ ما حد يعرف. صحيح. أشكرك سيد صباح، ويانا أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي حياكم الله، أبو علي النجفي من لندن. حياك الله يا أبو علي، تفضل. حبيبي الله يحييكم. ما أعرف أصابات العامري والخزعلي متظاهرين، أنا أقول هذه المظاهرات مظاهرات القناصين، مظاهرات الطرف الثالث. أنا أسأل، هذه المظاهرات صار لها 4-5 أيام، حرق الشوارع وحرق التيارات وقطع الشوارع، وتهديد إلى الحكومة وإلى البرلمان وإلى الخضراء. أنا أسأل القبعات الزرق،
تيار الصدري وينهم عن هذول؟ شو ساكت؟ وين قنصوهم؟ ها؟ لأن هم القناصين اللي كانوا يقنصون الشباب. ها؟ ليش يقنصون الشباب؟ اللي كانوا يطلبون أبسط حقوق الإنسان. ها؟ ويجون تيار الصدري والقبعات الزرق. ها؟ يقتلون هاي الشباب الورود. ليش ما؟ هسه ليش ما يعتقدون ذولا؟ متظاهرين القناصين. ها؟ متظاهرين. اللصوص والمجرمين والعصابات. هذه العامري وعصابات المالكي وعصابات الخزعلي. بس حضيف لك معلومة بسيطة. نعم. هاي الأحزاب اليوم اللي بدها تتظاهر طبعا هم للعلم يعني والفيديو عرضناه، هؤلاء هم عناصر ميليشيات الحشد وليسوا أتباع أو مناصرين. هؤلاء العناصر يأتون على شكل شفتات صباحي ومسائي. نعم. ويأخذون رواتب حتى يعتصمون. نعم. يتهمون المتظاهرين في ثورة تشرين باتهامات تشمل المساس بالشرف وبالعرض وغيرها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خرج في تقرير بيان للأمم المتحدة تحدث عن الانتهاكات التي حصلت في المحافظات المنكوبة، قال بأن الحشد الشعبي ارتكب انتهاكات من ضمنها عمليات اغتصاب لفتيان. هؤلاء الذين يتحدثون عن الحفاظ عن الشرف والعرض ويتحدثون بالمثالية هم متهمين أصلا بالفساد الأخلاقي وغيرها من هذه الأمور. اليوم ليش ما نشوف ذول أهل القبعات الزرق اللي دي يحاربون على قولتك، اللي دي يحاربون الفساد والموبقات وغيرها، ليش ما يسكتون ذول الميليشيات الموجودة اللي تحاول تهدد اليوم بحرق العراق؟ ما يسكتوهم أخي، لأنه هم ذولا عدم سلاح وذولا عدم سلاح. أخي هاي كلها مسرحيات. ما يسكتوه. أنا سمعت ذولا أهل الحشد الشعبي المنقس، وأنا ما على مسؤول على كلام. يروحون إلى مواقع الحشد، يروحون لبيوت المنتسبين بالحشد، يأخذوهم بالقوة. بالقوة يأخذون الناس، وأكو ناس متطوعين وأكو ناس يأخذون 50,000 و20,000. مرتزقة يعني مرتزقة. أخي هؤلاء مجرمين قتلة طبعا. اتهموا المتظاهرين الشرفاء اللي أشرف منهم، اتهموهم بالكريستال واتهموهم بالسفارات والسوسيليين. يا أخي أنتوا شنو أنتوا؟ أنتوا طالعين على مود أسيادكم، طالعين على مود أحزابكم المجرمة والقاتلة. هل يعقل يا أبو علي، هل يعقل أن المظاهرات التي خرجت للمطالبة بوطن دمر عن طريق هذه الأحزاب تكون هي المظاهرات السيئة، وهؤلاء الذين يخرجون اليوم للحصول على المناصب ويهددون بحرق العراق إذا لم يحصلوا عليها، هؤلاء هم المقاومة؟ هؤلاء هم الشرفاء؟ لا والله أحذية الشهداء اللي راحوا ثوار تشرين يشرفون مراجعهم ويشرفون أحزابهم ويشرفون حشداويهم ويشرفون ميليشياتهم. طيب سؤال أخير لك يا أبو علي واختم وياك. شنو فرق مقتدى الصدر عن باقي الميليشيات والأحزاب اللي موجودة بالحكم؟ ماكو فرق، لا مقتدى الصدر ولا عمار الحكيم ولا هادي العامري، كلهم لا أستثني منهم أحدا. حظيرة خنزير أطهر من طاهركم يا أولاد الأولادي. طيب شكرا يا أبو علي من النجف. أبو علي النجفي من لندن. عندنا رسالة من أحد المشاركين، يقول هو أبو عائشة، يقول أنا كنت في المعارضة العراقية ولكن أنا نادم. المعارضين الحقيقيين ما كنا نتصور هكذا العراق سيصبح فريسة إلى إيران. هذا لسان حال كثير طبعا ممن جاءوا أو كانوا معارضين في السابق وجاءوا إلى العراق، يعني شاهدوا أنه الوضع اليوم وضع لم يكونوا يتوقعون بأن العراق الذي توقعوا أو طمحوا في يوم من الأيام أن يعني يخلصوه من نظام ديكتاتوري ويقوموا ببنائه، أنه سيأتي نظام أسوأ مما كان، سيأتي نظام باعتراف العراقيين باعتراف حتى هذه الأحزاب، نظام لم يشهده العراق، لم يشهد له مثيل من السوء ومن الانحطاط ومن الفساد ومن الإرهاب على مر تاريخ الدولة العراقية. اليوم الحديث يعني وصل إلى أنه رسالة العراقيين هي التي شهدتها القنوات الفضائية، هي التي شهدتها دول العالم، التي أيضا البعض يحاول أن يروج بأن هذه انتخابات نزيهة، لكن
المقاطعة التي تجاوزت 85% هي أكبر دليل أن الشعب العراقي لم ينتخب هؤلاء، والتزوير كان هو سيد المشهد، ومن صوت لهؤلاء هم المنتفعين أو الأتباع الذين يأما بالتهديد أو حتى بالاقتناع، لكن في النهاية لا يمثلون إلا شريحة بسيطة جدا من عموم العراقيين. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.